السلام عليكم. شوبير دي زاد كالعادة معكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. اليوم جينا نتكلموا على القضية تاع المشاكل اللي مصارين بين اتحادية والسيد الحاج قرباج. مشاكل اللي راهم يقيس الاتحادية تعرقل في مسار كرة القدم الجزائرية، وتعرقل في مسار الاحتراف اللي لازم نصبروا عليه، احتراف لازم نصبروا. انجليز باش نجحت 20 عام، 20 عام ويا تجيري في الاحتراف باش نجحت. الالمان بالك 40 عام ويا تجيري في الاحتراف باش نجحت. ماشي 5 سنين 6 سنين 7 سنين ننجحوا. ضربك هذه الاتحاديه، الفاتيه اللي راهي تدينا في مشاكل في البطوله الجزائريه، اللي راهي تحوس تقلع الصلاحيات من الرابطه، الرابطه تاع القسم الاول والقسم الثاني، بتحوس تقلع الصلاحيات من الرابطه وتديرها تدير لجنه يديروا لجنه مؤقته. يعني بقى لنا واحد مخلص لبلاده ويخدم باخلاص، وواجهكم كاع لي بريزيدون، قال لكم لي خلص عليا كاس اتاي يجي يهدر معايا، واجه كاع الناس. اليوم شوف المشاكل اللي يديرون، ويحوسوا يقلعوا صلاحيات القرباج، السيد قرباج يحوسوا يقلعوا له الصلاحيات. وهنا وين ننبه لي زيكيب والانصار والرؤساء الانديه، هذو الناس راهم معينين فرق باش يطيحوهم. احنا من ضروق نعطوها لك يا سيزاتشي، الاك باغي تدي الشامبيونه قلنا، الاك خايف روحك تطيح قلنا، بصح خلي الرابطه، ما عندك حتى دخل فيها. حنا على بالنا استكاي، بصح ما عندك حتى دخل فيها. الرابطة راهي تسير، ونعطوا النجاحات تاع سي قرباج. في العهدة تاعو فين كروحنا الكوب دي موند، في العهدة تاعو وفاق سطيف دا 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 كوب دو كوب دا كوب دافريك، في العهدة تاعو البطولة ولا تبدا في وقتها وتكمل في وقتها، في العهدة تاعو بجاية وصلت فينال، في العهدة تاعو العلمة وصلت دومي فينال، في العهدة تاعو الياسمة وصلت فينال دومي فينال، شلف وصل دور المجموعات، هذه في العهدة تاع سلم. يعني كانت البطولة تمشي بكل نزاهة. انتوما بقى عرق يساطر للجزائريين باش تروحوا تقلعوه، بقى عرق. لا عندكم حسابات ضيقة مع سي الحاج مع سي قرباج، ما في الخفاء في التليفون بينك وبينه، بصح ما تروحش تخرب في حاجة اللي هو راه يمشي بيها. انت يا سي قرباج، انت يا سي زتشي، انت يا زتشي والأعضاء تاعك، خاصة وجهها البهلول، اللي يخدم معك حطة بحطة سيراميكا. أنا راني نقول لك انتوما القرار اللي درتوه تاع الأندية اللي تسالوها دراهم ما تزيدش تجيب جوارة، طبقتها كاع اللعب، طبقتها كاع الفرق، ما طبقتهاش كاع الفرق. راك تسال فريق وذاك الفريق وذاك الفريق راح باش يجيب جواب 600 مليون، انتوما مي خفتوا من الكارثه تطيح على ريسانكم، منعتوا ذاك جواب ما يجيش يلعب في الجزائر، وكاع الناس يعرفها بها، كاع الناس على بالها، ماشي غير انا على بالي، كاع الناس راه على بالها، كاع الناس هي فايقه، كاع الناس هي كاينه، عارفه اش تا كاين، ماشي غير انا على بالي، كاع الناس على بالها.
Touma, في نوفمبر زدت وكملت على العقل على الهضره اللي قلتوها في اوت، مي قلتو لازم مي تبدا الشامبيونا اللي ما يكونش مخلص الديونات تاوعو ما يقلعش نطيحوه. جاتكم شويه صعيبه، ما عندكمش الشخصيه الاتحاديه، خاطش على الرابطه الاتحاديه راهي تحصل في الرابطه، والرابطه نوجه رساله لرؤساء الانديه وخاصه الانصار اللي بالك ما على بالهمش وبالك اللي بريزيدو ما يقولوا لهمش، يا انصار الفرق الجزائريه القسم الاول والقسم الثاني، الرابطه ما عندها حتى دخل، الرابطه تطبق القوانين وفقط، تطبق القوانين تاع الاتحاديه الجزائريه، يعني الاتحاديه الجزائريه هي اللي راهي حارمه الفرق ما تزيدش تجيب اللعابه، وهذه الاتحاديه على بالها شكون اللي راهم رؤساء يديروا ضغوطات على رؤساء الانديه باش ينسحبوا ويجوا صحابهم باش يمشوا معاه باش يفوتوا لهم على البيلون باش البيلون يفوت هاك يفوت هاك، بصح بالقدرة الإلهية إن شاء الله بربي كلش ينكشف عن قريب، خاطر التخطيط لكم ديروا فيه خاصة بهلولي اللي راه يدور على 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 رؤساء الأندية اللي راه يشتغل ليلا نهارا من أجل إكمال الفساد اللي راه، خاطش عليه كاين ناس يبغوا يصيدوا في المياه العكرة ما يبغوش المياه النقية، المياه العذبة ما يبغوهاش، يبغوا المسخ، يبغوا يرضعوا الحليب الحامض الحليب الفاسد، خاطش وقفلكم سي قرباج وانا علاه نعترف به، علاه نعترف به، علاه اول رئيس في المنصب تاعو اللي قالكم باين يستقيل، اول رئيس اللي في المنصب تاعو قالكم باين يستقيل، الوزير الهادي ودالي يعرف شتا كاين في الرابطه، لولا السيد قرباج بالبطوله الجزائريه ما تمشيش، كون مازلنا ما قلعناش كورنا لاهين غير في ليزاربيت، شكون اللي يحكم في ليزاربيت، مازلنا كون مازلنا ما قلعناش، وقلت لكم راه جاي وقت يولوا ياكلوا في بعضهم بعض، ها راه حمار كي راهم ياكلوا في بعضهم بعض، راهم يبشوا في بعضهم بعض، ضرب كلش يولي ينكشف، قلتها لكم الصبر كلش ينكشف، شو كان يتنكشف ضربه، اما انا نوجه نداء رؤساء الانديه اللي راهم يتهموا في الرابطه ما عندها حتى دخل، مشي خايفين من الاتحاديه وخايفين من بعض الاشخاص وانتم تعرفوهم وكاع الشعب الجزائري يعرفهم، تعمشي معايا ولا ندق دقك، انتم خايفين من هذوك الناس طايحين على قرباج على السيد قرباج، ما عندكمش ذا، هضروا مع الانصار تاعكم قولوا شكون هما اللي راهم دايرين لكم المشاكل، ما تقولوش الرابطه تطبق قوانين، الرابطه في اوت قالوا لها لازم اللي ما يجيبش الدراهم اللي راهم نسالهم دراهم ما يجوش، ومن بعد ما عندهمش الشخصيه التامه ربدوا الهاتف وعيطوا الرابطه قالوا لهم كاع يجاجوا، الرابطه طبقت القوانين كاع الناس جاجت، اللي خلص جاجة واللي ما خلص جاجة، في نوفمبر هذا اللي فات قرباج الندوه الصحفيه الاجتماع اللي داروه الاخير دار قانون لازم القانون يطبق، هذا يعني نوجه فيها الانصار في طوع يكون على بالهم شكون هو اللي طبق القانون وفرضه، سبحان الله الرابطه تابعه فرع من فروع الاتحاديه،
عمالة الرابطة تطبق القوانين اللي يجيوها من عند رئيس الاتحادية الجزائرية. ولا تغلطوا تروحوا تحصلوا في الرابطة، على تحصلوا في الرجال. والله يا الشعب الجزائري، والله ويوخر السي قرباج، والله يا الشامبيونة ما والله الشامبيونة ما تكمل، والله ما تكمل الشامبيونة. خاطش عليه راهم دايرين حسابات، شكون الفرق اللي يطيحوا وشكون اللي كلاسوا الخمسة الأوائل. راني نقول لكم، راني نخبر فيكم شكون اللي غادي يطيحوا وشكون اللي يدوا الشامبيونة. راني نقول لكم، أنا راني نوجه فيه رسالة، خاطش على عالم ليلاين فيزياء، الثورة راهي فيزياء، بالسكرة راهي فيزياء. أنا نعطوكم بالديتاي، حرزوا روحكم. استيفو راهي فيزياء، خاطش على بريزيدو يعرفوا العقلية تاعو، عرفوا كي يخدموا به. داوا هاكا سانسروها، قالك السمونية، قالك الغلوظية وما كان والو، قالك السمونية وقالك قالك الأخرى تاعك بصح ما كان والو. ساشية ما كان والو هنايا، ساشية خاوية، ساشية كحلة، هذه هي. وحنا رانا مع أنصار، كل أنصار تاع الفرق راهم مع سي قرباج، كل أنصار تاع الفرق راهم مع سي قرباج. ونطلب خاصة من الأنصار تاع الثورة، أنصار تاع بالسكرة، أنصار تاع عين مليلة، أنصار تاع قسنطينة، أنصار تاع سكيكدة، أنصار تاع بلعباس، أنصار تاع وهرن. نطلب، نطلب، مانيش نمثلكم أنا، راني نطلب أنصار تاع بالوزداد، وأنصار تاع ملاحة حسن داي، باش يوقفوا وقفة رجل مع السيد الحاج قرباج اللي راه يمشي في البطولة بالخبرة تاعها، يمشي فيها بالخبرة تاعها. خاطش عليه هادو ما عنده حتى خبرة، لولا السيد قرباج الشامبيونة كرة حبست. هذه هي، وتحية الرجالة كاع ولاد الجزائر. ونطلب فانيك من الأنصار تاع وفاق سور الغزلان، ونطلب من السلطة تاع وفاق تاع سور الغزلان باش يوقفوا مع هذا الفريق اللي سنار ان شاء الله بربي يصعد. وماذا بينا فين توقفوا معنا وديروا لافتات، وكاع رانا مع السيد قرباج. وربي يحفظكم، وتحيه كاع للجزائر، ونهديها الامين خويا وكاع حبابه تاع سور الغزلان. صحيت رضوان وكل صحيتو.